اهلا وسهلا بكم متابعي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بالف خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا. كيف ما معودين لكم فضروري كل نهار كنديروا جوله من مدينه الدار البيضاء، كنشوفوا الاجواء كي دايره، وكذلك كنطرحوا موضوع من المواضيع اللي كنحاولوا نتناقشوا فيه. بالنسبه للموضوع ديال اليوم اللي هو النساء اللي كيولدوا في علاقه غير شرعيه، يعني كتكون دايره علاقه غير شرعيه كينتج عليها حمل، كتولد ولكن في الاخير مصير هذاك الرضيع كيكون للزنقه. السؤال هنايا هو شو رايكم في النساء اللي كيديروا علاقه غير شرعيه وكينتج عليها حمل وفي الاخر كتلوح بنتها ولا ولدها للزنقه؟ غناخذ التعاليق ديالكم. مسرف نادور صباح الخير اخويا. ام اولادي صباح الخير، غنعاود الموضوع ديال اليوم بالنسبه للناس، يلا التحقوا بنا على المباشر. شو رايكم في النساء اللي كيولدوا في علاقه غير شرعيه وكيلوحوا وليداتهم الزنقه؟ صباح الخير يونس. هشام صباح النور. موسى صباح الخير اختي. صلاح صباح النور اخويا. علي قال لي جزاك الله خيرا، صباح النور صباح النور صباحكم مبروك. حاولوا انكم تشاركونا في هذا الموضوع هذا، غنعاودوا اللي هو شو رايكم في النساء اللي كيديروا علاقه غير شرعيه وكينتج عليها حمل وفي الاخر كيلوحوا وليداتهم. البشير قال لك غادي يعذبهم الله في الدنيا قبل الاخره، حرام عليهم. عائشة قالت لك سي جي بيان كومبري اون بونس كوا لي جون في كي نون دي زونفون اور مارياج اي كي جيت لور غروس دون لا ري. وي سي سا سي سا لا كيسيون. عائشة عائشة ما فهمتش لا كيسيون اون عرب فكتبتها لنا اون فرونسي. صباحكم مبروك. نبيل صباح الخير من الجزائر. حمزة خاص يطبق عليهم القانون. صلاح صباح الخير. كامل دي ما نقدرش نقرا الميساج. الفقر والتهميش هو السبب الاول اختي. شكرا.
الله يحد البات وصافي. متابعي قناه شوف تيفي كنشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء. ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. كنسمعكم سهام من قناه شوف تيفي. الى اللقاء.